السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام متابعي برنامجكم الأسبوعي آفاق في بداية هذه الحلقة نبعث رسالة شكر خاصة لكل مشاهدي ومتابعي ومتفاعلي معنا ببرنامج آفاق من خلال التواصل المستمر والفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج وكذلك عبر الإيميلات فشكرا جزيلا لكم اعزائي المشاهدين دعونا نتعرف على ابرز عناوين هذه الحلقه المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه يعلن ابرز الشخصيات الاسلاميه المؤثره في العالم منصه تلقي تطلق ماده جديده حول مفهوم الاسناد معهد دار الغرباء لخدمه علوم الحديث يخرج دفعه جديده من طلبته أصدر المركز الإسلامي الملكي للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة الأردنية عمان قائمة الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيراً في العالم، وذلك في الاستطلاع السنوي الذي يجريه المركز حول أكثر من 500 شخصية مسلمة تأثيراً في العالم، حيث احتل عدد من الشخصيات الإسلامية هذه المراتب نتيجة تأثيرهم الإيجابي في خدمة الدعوة والدين على مر الأعوام. ومن هذه الشخصيات على سبيل المثال للحصر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والعلامة عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإضافة إلى الحبيب عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية والأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف وإلى مدينة البيضاء باليمن وتحديدا من مدرسة الأنصار لتعليم القرآن الكريم حيث يتم تأهيل خمسين داع بسن صغير وتعليمهم الخطابة وبعد ذلك يتم توزيعهم على المساجد المختلفة لإلقاء موعظتهم يأتي هذا النشاط الدعوي من أجل تعويد الطلاب وهم بسن صغير على أساليب الدعوة المحمدية وغرس حب الدعوة والإسلام وخدمة المسلمين كما يتم أيضا تدريسهم لحفظ القرآن الكريم والحديث والفقه وغيرها من العلوم حول هذا النشاط الدعوي ينضم معنا الأستاذ طه القربي مراسل البرنامج أهلا ومرحبا بك حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته على متابعي هذه القناة في البدايه الاستاذ طه ضعنا والمشاهدين حول هذا النشاط الدعوي لتاهيل الدعاه الصغار موضوع تعليم الخطابه للاطفال وصغار السن الهدف منه اعداد جيل يتعلم الالقاء ومخاطبه الناس والدعوه الى الله على بصيره من الايات القرانيه والسنه النبويه بدافع الاخلاص لله في ذلك والنيابه عن الرسول الداعي الأول والمعلم الأكمل صلوات الله عليه وآله وسلم فالخطابة بحد ذاتها ليست مقصدا بقدر ما هي وسيلة الغاية منها أداء رسالة وإرشاد ودلالة وتذكير وتعليم لمن هم في الجهالة لما يراد منهم بلسان نبينا صلوات الله عليه وآله على ما جاء من ربنا وربهم الله جل جلاله ايضا ما الفائده المرجوه من تعليم الاطفال الصغار اساليب الخطابه والدعوه؟ اما عن موضوع الفوائد فالفوائد المرجوه من الله كثيره ولعل من ابرزها ما يتمثل بالتالي اسناد السند او اتصال السند برجال الدعوه الى الله اباؤنا الكرام اهل الوراثه والبلاغ عن الله ورسوله كما قال القائل: أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آبا كرام وأجدادي. وكذلك قيام الأطفال بهذه الصورة وتعويدهم بحد ذاته أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله والجذب والإبهار وتأثير والتأثير لاستماع الموعظة من عامة الناس. وأخيراً تشجيع أولئك الطلاب والأبناء لتأهيلهم بعد ذلك ليكونوا من الدعاة إلى الله. الصادقين المخلصين فالامه محتاجه والعالم بلسان حاله ينادي ونحن نرى من يشجع ويؤهل صغار اللاعبين والمغنيين والممثلين فما احرانا بذلك الاستاذ طه القربي مراسل البرنامج شكرا جزيلا لك أطلقت منصة تلقي للعلوم الشرعية مادة جديدة حول مفهوم الإسناد للشيخ خالد صبحي الباحث في الدراسات الإسلامية. وحول مفهوم الإسناد ينضم معنا الشيخ خالد صبحي الباحث في الدراسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بك في برنامج آفاق. الشيخ خالد لكم إطلالة مسبقة على قناة الإرث النبوي من خلال برنامج الإسناد. والآن مادة الإسناد على منصة تلقي فممكن توضح لنا للمشاهدين أيضا مفهوم الإسناد أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين والمتابعين من أتباع الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وحقيقه يسرني ان اتقدم بالشكر لاصحاب هذه الفكره المباركه وكذلك اشكركم انتم اداره قناه الارث النبوي على اعتنائكم بالمشاريع التي تخدم ميراث النبوه فجزاكم الله جميعا خير الجزاء وحياكم الله. حقيقه مفهوم الاسناد هو ماخوذ من النبي صلى الله عليه واله وسلم. لان هذه الفكره انما هي مقتبسه من منهاج النبوه حيث يقول الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم اذن الاسناد هو توثيق لحاله علميه راقيه اسمها التلقي هذا التلقي باختصار شديد هو ان ياتي الطالب الذي نريد تاهيله للافتاء في الدين لتغذيه عقول المسلمين ولعرض هذا الدين على المسلمين وغير المسلمين ايضا هذا الطالب ياتي ويتلقى هذا الدين وفهم هذا الدين على يد شيخ ماذون له في التدريس والتربيه. الشيخ خالد لماذا يحرصون اهل العلم على الاسناد وما هي اهميته؟ والله حرص اهل العلم على الاسناد هو من حرصهم على الحفاظ على دين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذ ان الاسناد هو من اشرف الوسائل التي يحافظ بها على تراث الامم. بل هو خصيصه من الخصائص التي وفق الله اليها علماء هذه الامه في الحفاظ على تراث نبيها صلى الله عليه واله وسلم اذ ان فكره الاسناد ووسيله الاسناد ليست مسبوقه عند الامم السابقه في محاولات حفظ تراثها بينا ان الاسناد انما هو توثيق. طيب توثيق لماذا؟ توثيق لامرين. الامر الاول توثيق للنص. توثيق لنفس التراث الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه واله وسلم او من السلف الصالح او تلك المحاولات البشريه العلميه السابقه. الامر الثاني هو توثيق لاهليه شارح النص لاهليه شارح التراث لاهليه ذلك المفتي الذي سيتحدث عن الله سيتحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي سيغذي عقول المسلمين الذي سيعرض هذا الدين للعالمين يعني اريد ان اقول ان باذن الله عز وجل في هذه الماده التي ستعرض سيكون لدينا المزيد من الشرح والتوضيح لمفهوم الاسناد واخذ نماذج عمليه ودراسه نماذج عمليه لهذا الاسناد فحياكم الله معنا في هذه الماده في منصه تلقي. الشيخ خالد صبحي الباحث في الدراسات الاسلاميه شكرا جزيلا لك اهلا وسهلا بكم بحضور المفكر الاسلامي الدكتور ببكر العدني بن علي المشهور اقام معهد الغرباء لخدمه علوم الحديث في مدينه تريم باليمن حفله تكريم وتخريج طلاب المعهد للدفعه الثانيه والثالثه والرابعه مزيدا من تفاصيل هذا الحفل في سياق التقرير التالي الذي أعده مراسل البرنامج من تريم الزميل عبد الحكيم باحريش نتابع اختتمت فعاليات تخرج الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من طلاب معهد الغرباء لخدمة علوم الحديث الشريف والدعوة إلى الله في مقر المعهد بمدينة تريم بحضر موت اليمن بحضور المفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور الموجه العام للأربطة الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية بالبلد، حيث تخلل الحفل التكريمي الطلابي عددا من الكلمات التوجيهية والإرشادية، والبداية كانت لكلمة إدارة المعهد التي تحدثوا فيها عن المعهد ونشاطاته ورسالته التي يقدمها للمجتمع وما يطمح إليه مستقبلا عبر خدمة علوم الحديث وأصوله في النفع للأمة. طبعا ابتدأت الدراسة واستمرت استمرت مدة الدراسة من يوم منذ أن فتح المعهد المعهد فتح سنة ألف وأربعة الموافق 2012 ميلادي تقريبا ست سنوات والمعهد شغال يمارس التدريس أو تمارس فيه الدراسة بشكل منتظم ورسمي. عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد تقريبا 200 طالب منذ ان تاسس المعهد بالنسبه للمواد التي يدرسها الطالب هي 12 ماده هذه المواد تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم ما يتعلق بقراءه الحديث الروايه ويمر فيها الطالب في خلال السنتين اللتين يقضيهما في هذا المعهد على كتاب من كتب الحديث او من كتب السنه من, من كتب الامهات الست. حيث يقصد المعهد طلاب من جنسيات مختلفه من دول شرق اسيا وغيرها ويتلقون علوم مختلفه ومتنوعه تتمحور في علم الحديث واصوله وفروعه وكل ما يختص به عن طريق اخذ العلم بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختتمت كلمات الحفل بكلمه مشرف المعهد المفكر الاسلامي الحبيب ابو بكر العدني بن علي المشهور في كلمه شكر فيها الجميع من اداره المعهد على حسن التنظيم وبارك لطلاب على تخرجهم من هذا المعهد املا لهم بدوام التوفيق والسداد في حياتهم العلميه. استفدت كثيرا في هذا الفن من حيث دراسه علم الحديث دقيقا. من حيث أنه لازم على كل مسلم أن يرتبط بمشكاة النبوة فهذا هو السلك والطريق لينير لي هذا المشكاة إن شاء الله بعد تخرجي من هذا المعهد أنا سأكون مسافرًا إلى البلاد ثم إن شاء الله أدرس هذا الفن يعني فن الحديث لكي الناس يستفيد من هذا الفن العظيم وفي نهاية الحفل كرم المفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر المشهور بمعية إدارة المعهد الطلاب الخريجين من الدفع الثلاث بشهادات معتمدة من إدارة المعهد مع الإجازة في صحيح البخاري ومسلم للطلاب الخريجين جميعهم آملا لهم بدوام التوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العلمية في خدمة الدين ودعوة إلى الله فنحن إن شاء الله نحاول أن نخطط في مستقبلا ان ننفع الناس بما تعلمناه من هذا المعهد. من هنا من معهد دار الغرباء بمدينه تريم الذي احتفل بتخرج كوكبه من طلابه في علم الحديث النبوي الشريف واصوله وفروعه ليصنعوا نموذجا مشرفا للدين الاسلامي الحنيف بالموعظه الحسنه. بعيدا عن الغلو والتطرف وبمنهج وسطي معتدل لخدمه الاسلام والدعوه الى الله. لبرنامج افاق قناه الارث النبوي عبد الحكيم بحريش تريم حضرموت. اعزائي المشاهدين بعد الفاصل نتابع مؤسسه طابه تعقد ندوه التربيه الاسلاميه في المدارس ثغرات وافاق. تكرموا بالبقاء معنا اهلا بكم اقامت مؤسسه الطابه ندوه حول مفهوم التربيه الاسلاميه في المدارس ثغرات وآفاق وقد شارك فيها نخبه من المختصين والمهتمين بهذا الجانب حيث تعتبر مادة التربية الإسلامية في المدارس التعليمية المصدر الأساسي للتعليم الديني للشباب في العالمين العربي والإسلامي وعلى الرغم أن هؤلاء الشباب قد ينهون المرحلة المدرسية بمتوسط ألف ساعة من التعليم الديني إلا أن الأمية الدينية منتشرة بشكل كبير نافذة عالم الأسرة تواصل طرح موضوعاتها الشيقة والتي تلامس كل أفراد الأسرة مع الزميل سالم إليك سالم أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء أسبوعي جديد من نافذتنا عالم الأسرة في الحلقة الماضية كان حديثنا حول موضوع التنظيم والتخطيط المالي الأسري ذكرنا في الحلقة الماضية عدد من المهارات والأساليب والنصائح العملية التي يوصي بها الخبراء في مجال التخطيط المالي الشخصي والأسري في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول هذه المهارات والاساليب الجديدة والتي من شأنها مساعدتك عزيزي المشاهد على ان تبني مستوى شخصي واسري في التخلص من العادات السلبية المالية القديمة والتي ستساعدك باذن الله تعالى ايضا على اكتساب عادات مالية ايجابية جديدة وفعالة فأهلا ومرحبا بكم. ضع لك أهدافا مالية من أهم الأساليب والطرق التي تساعد على تحقيق التنظيم المالي والأسري وضع الأهداف المالية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة. الأهداف من حيث فترتها الزمنية يمكن تقسيمها إلى: أولاً: أهداف على المدى القصير وتمتد فترتها من شهر إلى سنة مثل الادخار للذهاب في عطلة الصيف أو تسديد بعض الديون الصغيرة التي على رب الاسره. ثانيا الاهداف متوسطه المدى الاطار الزمني لهذه الاهداف غالبا ما يكون من سنتين الى خمس سنوات كشراء سياره او قطعه ارض على سبيل المثال. ثالثا الاهداف طويله المدى ويكون ضمن اطار زمني من خمس سنوات وما اكثر وهذه تشمل خطط ماليه كبرى مثل ادخارات التقاعد وأيضا حساب التعليم الجامعي للأولاد وغيرها من الحسابات ولكي تكون أهدافك المالية ذكية عزيز المشاهد يجب أن تتصف بالمواصفات التالية أولا أن تكون محددة كلما كان الهدف محدد كلما ساعد هذا على تحقيقه ثانيا الوضوح الأهداف الواضحة هي أهداف سهلة التخطيط وسهلة التنفيذ أيضا ثالثا يجب أن يكون هدفك قابل للتحقق ورابعا يجب أن يكون الهدف مناسبا ويجب أيضا أن يكون لهذا الهدف مدة زمنية محددة ثانيا ضع خطة مالية السنة القادمة خمس إلى عشر سنوات من الآن ما هي الصورة الذهنية التي رسمتها لك ولأسرتك خلال هذه الفترة الزمنية فما إن تضع تلك الصورة في ذهنك فمن المهم جدا أن تبدأ بإنشاء خطة مالية لك ولأسرتك اسأل نفسك أين تريد أن تكون بعد خمس سنوات؟ كيف تريد أن يكون وضعك المالي خلال الخمس السنوات القادمة؟ يمكنك عندها فقط تخيل ما يمكنك القيام به لتحقيق هذه الأهداف التي وضعتها جدول هذه الأهداف وفقا للأهمية بالنسبة لك ولأسرتك وكلما كثرت الخطوات الصغيرة التي تتصورها نجحت في بلوغ اهدافك باذن الله. ثالثا ابدا العمل والتنفيذ. الان وبعد ان وضعت لك اهداف ماليه ورسمت لك خطه لتنفيذ هذه الاهداف تاتي الخطوه الجوهريه لتحقيق اي هدف من اهدافك وهي البدء بالعمل من اجل تحقيق هذه الاهداف. في الكثير من الاوقات لا يتم بلوغ الاهداف، لماذا؟ لأن خطوة التنفيذ هذه بالذات لم تتخذ أبدا، بل إن وضع التخطيط وحده لا يمكنك عزيزي المشاهد من تحقيق أهدافك، عليك أن تنفذ فعليا الأمور المحددة في خطتك. تأكيد الأهداف هو جزء ومهارة رئيسية جدا مهمة تمكنك من البدء بتنفيذ أهدافك، كما أنه من المهم جدا عزيزي المشاهد كتابة الأهداف في الواقع وعلميا يقترح الخبراء في وضع الاهداف انه عليك كتابه اهدافك والصاقها في اماكن بحيث يمكنك رؤيتها طوال اليوم، كلما كانت اهدافك مكتوبه ساعدك هذا على جعلها واقعا ملموسا باذن الله. خلاصه المهارات التي عرضناها لكم في هذه الحلقه والحلقه الماضيه والمهارات والاساليب العامه والخاصه لاداره وتخطيط الامور الماليه الأسرية والشخصية يكمن في أننا حريصون على نشر الوعي المالي لدى الأفراد والأسر، مما يجعل أسرنا تعيش حياة كريمة ومحترمة، فبقدر ما لديك كرب أسرة من وعي واهتمام ومعرفة بهذا الموضوع، بقدر ما ستوليه من الاهتمام الذي يستحق. الدكتور سالم باشميل يعرض لنا في برنامج خفيف وجميل يحمل اسم وعي مالي في ثواني. عددا من القيم والمهارات والمصطلحات التي يجب الإلمام بها من أجل وعي مالي أسري وشخصي حقيقي دعونا نتابع سويا هذا الفيديو كثير من الناس ينظر للادخار أنه حبس للمال فقط الادخار ليس ذلك الادخار حبس المال حاليا لكي يتم شراء أمر ذا قيمة في المستقبل مثال شخص قدم لك كاسة شاهي وقطعة بسكوت. بعد ما اكلت البسكوت وشربت الشاي سالك كم تأثير كاست الشاي والبسكوت في بناء جسدك؟ بالتأكيد شيء لا يذكر، لكن تراكم قطعة البسكوت وشبيهاتها والشاهي وشبيهاته هو الذي أدى لبناء هذا الجسم. هذا هو الادخار. لو أن الطالب من الصف الأول ابتدائي إلى أن ينتهي من الجامعة يدخر يومياً فقط ثلاثة ريالات، نهاية السنة الأخيرة من الجامعة حيكون في رصيده 17500. للاسف كثير من الموظفين لا يملكون هذا المبلغ في هذه اللحظة. كلنا في كل صباح او مساء نستعيذ بالله عز وجل من غلبه الدين وقهر الرجال، مرتبط الدين بقهر الرجال. كثير من الناس يظن انه ما دام انه يسدد الدين، ما دام انه يسدد القرض فما في مشكله، استدين واقترض طالما اني اسدد، وهذا كلام غير صحيح. لا يقترض الانسان الا في الحالات الضروره ومنها حالتين، الحاله الاولى ان تقترض لاجل الاستثمار، اما يكون مشروع ناجح ويحتاج يتوسع وينشئ فروع اخرى ويحتاج مال تكون انت الشخص المساهم المالي من خلال الاقتراض او الاقتراض في شراء اصول العائد من هذه الاصول يساعدني في سداد القرض والفائده المترتبه عليه. الحاله الثانيه لتوفير السكن، اذا كنت تمتلك 50% من مبلغ السكن بامكانك ان تقترض ال 50 في الاخرى لانه السكن امر مهم. بختام هذا الفيديو احبتي يكون ختام نافذتنا لهذا الأسبوع ألقاكم على الخير والمحبة دوما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لك سالم أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونتابع بعده كيف يمكنك صنع ديكور بكرتون علب البيض؟ ومن عالم الصحافة شركة تكافئ موظفيها غير المدخنين بأبكى طريقة ابقوا معنا اهلا بكم مجددا والى الهند حيث يعتبر مركز كيولاند لتحفيظ القران الكريم احدى المراكز المخصصه للبنات في مدينه كيرلا التابعه لجامعه معدن الثقافه الاسلاميه بالهند وذلك من اجل ايجاد فرصه لتحفيظ القران الكريم للبنات في المرحله الابتدائيه. حيث يهتم هذا المركز بتعليم الدراسات الاسلاميه وفق خطط وبرامج متكامله بالإضافه إلى تدريس القرآن الكريم حفظًا وتجويدا مع المحافظه على التربيه الصالحه. ومزيدًا من التفاصيل حول مركز كيولاند نتابع هذا التقرير الذي وافانا به مراسل البرنامج من الهند عبد الصمد عبد الكريم نتابع. كيولاند خطوه جديده تقوم بها جامعه. إسلامية هندية من أجل نشر العلوم الدينية والثقافات الإسلامية في الجيل الجديد وهي عبارة عن مشروع جديد أطلقها العلامة السيد إبراهيم الخليل البخاري حفظه الله رئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بكارلا جنوب الهند لإيجاد فرصة تعليم القرآن الكريم للبنات المسلمة بالهند وهي إحدى المشروعات التي يتم تنفيذها بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس الجامعة. انطلاقا من دور المرأة في بناء مجتمع صالح يعيش بالقيم الإسلامية، تم توفير كافة التسهيلات من الفصول الدراسية المكيفة ومختبر القرآن الذكي وغيرها من التسهيلات الحديثة في جو آمن. يهتم المركز بتعليم الدراسات الإسلامية ومادية وفق خطط وبرامج متكاملة إضافة إلى تعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا من خلال ثلاث سنوات. عبد الصمد عبد الكريم الهند لبرنامج افاق انطلقت في الجزائر فعاليات الصالون الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين الذي يأمل المنظمون فيه ان يتجاوز عددهم مليوني زائر وتقام هذه الدورة في الفترة من السادس والعشرين من اكتوبر الى الخامس من نوفمبر بمشاركة 952 دار نشر، 314 دار جزائرية تمثل 52 دولة منها 17 دولة عربية. وتشمل أنشطة هذه الفعاليات على ندوات ولقاءات فكرية وأدبية مختلفة. عبد القادر طريقة جديدة لمكافأة الموظفين الغير مدخنين. كيفيه هذه الطريقه نتعرف عليها في نافذه عالم الصحافه مع ايمن. اليك ايمن. شكرا لكما زميلاي العزيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام. واهلا ومرحبا بكم مع جوله جديده نترافق سويا من خلالها ضمن فكرة عالم الصحافه بزواياها المختلفه. لنجول من خلالها كالعاده على اخر ما نشرته الصحف والمواقع الالكترونيه. وشبكات التواصل الاجتماعي لنطالع فيها الجديد والمفيد أول مطالعتنا لهذا الأسبوع من موقع ألمانيا بالعربية بعنوان العلم يثبت فوائد صحية مذهلة للصدقة فإذا كنت عزيز المشاهد تريد لصحتك أن تتحسن فما عليك إلا أن تقوم بفعل الخير فهذه حقيقة أثبتها العلم مؤخراً وهي ذاتها التي تحدث عنها قبل 1400 عام نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الشريف داو مرضاكم بالصدقه فبحسب تقرير لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه فان الادله العلميه تدعم فكره ان الافعال الخيره بامكانها ان تكون ذات نفع عندما نتطوع ونكررها بانتظام ويرتبط ذلك بمنافع صحيه كثيره حيث يقول الدكتور ريتشارد ديفيدسون عالم الاعصاب الذي يقوم بدراسه اثار المشاعر الايجابيه على الدماغ منذ التسعينيات يقول ان المخ يتصرف على نحو مختلف خلال افعال الكرم فعندما نفعل الاشياء من اجل انفسنا تكون تلك المشاعر الايجابيه عابره ولكن عندما نشارك في اعمال توصف بالكرم فان تلك المشاعر الايجابيه تكون اكثر استمراريه وفي ذات السياق لوحظ ان كبار السن من البالغين الذين يتطوعون لمساعده الاطفال في تعلم القراءه والكتابه يتعرضون بمستويات اقل للاصابه بفقدان الذاكره ويحافظون على قدر اكبر من القدره على التحرك الجسدي بحسب ما رجحته احدى الدراسات الاخرى. اما صحيفه عكاظ السعوديه فنشرت خبرا عن بدء مشروع تاهيل بئر زمزم حيث بينت الصحيفه ان اهميه هذا المشروع ياتي من حيث كونه يعنى بماء زمزم وقد قال صلى الله عليه واله وسلم ماء زمزم لما شرب له هذا ويتكون مشروع تاهيل بئر زمزم من قسمين القسم الاول استكمال انشاء عبارات الخدمات الخاصه بزمزم والقسم الثاني استكمال المرحله الاخيره من تعقيم ومعالجه البيئه الخاصه بالمناطق المحيطه ببئر زمزم للتقليل من نسبه المواد الضاره بمصادر مياه زمزم قدر الامكان هذا وتقدر المده الزمنيه المقرره للمشروع سبعه اشهر على ان يكتمل العمل فيه قبل حلول شهر رمضان المبارك. ومن اخبار التكنولوجيا الحديثه واخر الابتكارات التي تم التوصل اليها نشرت صحيفه المصري اليوم خبرا حول جهاز جديد يعتمد على الضوء لقياس ضغط الدم حيث اصبح من السهل قياس مستويات ضغط الدم بواسطه جهاز دقيق يستعين بالضوء لقياس التغييرات الدقيقه في الاوعيه الدمويه وذلك بدلا من الطريقه التقليديه التي تتم عن طريق جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي ويعمل الجهاز الجديد عن طريق وضع الجهاز على الجلد ليبدا بعمليه القياس وتحديد التغييرات في الاوعيه الدمويه ليتم ارسال النتائج والقراءات الدقيقه لاسلكيا الى الهاتف الذكي او الكمبيوتر ومن المنتظر أن يصبح الجهاز متاحاً خلال الأشهر القليلة القادمة. وانتقالاً أعزائي المشاهدين إلى صحيفة الدستور الأردنية اخترنا لكم هذا الخبر الطريف بعنوان شركة تكافئ موظفيها غير المدخنين بأذكى طريقة. وفي تفاصيل الخبر أقدمت شركة يابانية على أسلوب ذكي تحث من خلاله موظفيها المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة من جهة. وتحد في الوقت ذاته من ضياع الوقت الذي يقضونه مع سجائرهم خارج المبنى من جهة أخرى. وذلك بمنح موظفيها غير المدخنين ستة أيام إجازة سنوية إضافية مكافأة لهم على ابتعادهم عن هذه العادة الضارة والحفاظ على وقت العمل. وجاءت الفكرة من الموظفين غير المدخنين أنفسهم الذين تضرروا من إضاعة زملائهم المتكررة للوقت خارج مقر الشركة من أجل الضفر بسجارة أو اثنتين. حيث يقع مقر الشركة في الطابق التاسع والعشرين ويتعين عليهم انتظار دورهم في المصعد أثناء الصعود والهبوط في رحلة التدخين وأما إطلالتنا المعتادة متابعين الكرام على شبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على آخر ما كتبه العلماء والدعاة على صفحاتهم الشخصية ودعونا مشاهدين أن نقرأ معا بعض كتابات عدد من العلماء والدعاة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والبداية من صفحة الإمام الدكتور علي جمعة والذي كتب يقول يجب على كل واحد أقامه الله في مكان أن يكون مخلصا لله في ذلك المكان فإن المستشار مؤتمن والخيانة بئسة البطانة والتقصير في المهنة نوع من أنواع الخيانة وعدم الأمانة فقل دائما يا رب وفقني لما أقمتني فيه أما فضيلة الشيخ محمد الفحام فقد كتب على صفحته الشخصيه على الفيسبوك ميزان كل عمل شريعه الله ومفتاح القبول فيه حب حبيبه ومصطفى كذلك كتب الشيخ الدكتور محمد الصفطي على صفحته الشخصيه قائلا لا تياس لمجرد انك حلمت حلما جميلا وفرحت به واستبشرت ولكنه لم يتحقق وذهب ادراج الرياح فلربما صرفه الله عنك ليهيئك ويعدك لفرح آخر لم يكن في حسبانك فإن سقوط الشمس يأتي بعده ألف نهار ونهار اجعل حياتك أشبه برواية لم تنتهي بعد وفيها فصل آخر وتجربة أخرى وحلم جديد كن متفائلا وأحسن الظن بالله وشمر عن ساعد الجد أما الختام فمن الصفحة الشخصية لشيخ الداعية سيف العصري ما اجمل العلم لو لم يدنس بالعجب والتطاول. ما اجمل النصيحه لو لم تدنس بقصد الانتقاص والفضيحه. ما اجمل الحرص على اداء الحق لو لم يدنس بالتفريط في حقوق اخرى. ومع كتابات العلماء على شبكات التواصل الاجتماعي تصل فقرتنا عالم الصحافه لهذه الحلقه الى نهايتها. نامل ان نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم من اخبار ومعلومات. حتى الملتقى مشاهدي الاحبه في الاسبوع المقبل نلقاكم على خير باذن الله تعالى واما ختام فقرتنا كالعاده مع صوره الاسبوع شكرا لك ايمن. بعد الان لا تتخلص ولا ترمي كرتون البيض بعد نفاذه، لماذا؟ لان هناك طرقا واستخدامات مبتكره ومميزه تستفيد منها في تزيل ما حولك من هذه الكراتين. مثل صنع ورده للزينه ويقوم بعزل اصوات الغرفه واستخدامات اخرى. نتابع. إذا معاد بدءا من الآن لا ترمي بكرتون البيض أو أي مواد أخرى فعلا عبد القادر لأن هناك إعادة تدوير لمعظم الأشياء لنستفيد منها في حياتنا وهكذا أيها الأعزاء نختم حلقتنا لهذا الأسبوع نذكركم بعناوين التواصل معنا عبر إيميل البرنامج آفاق إيرث دوت كوم او صفحات الفيسبوك وتويتر افاق الارث او من خلال الموقع الالكتروني لقناه الارث النبوي النبوي.com الى اللقاء في امان الله